خوتي المغاربه اول مروكن ديتا اونتوزياست اوت دير. مرحبا بكم معنا في الحلقه الثانيه من البرنامج ديتا ماروك بودكاست. في هذه الحلقه هذه غنهضروا على البيك ديتا والديتا انجينيرين, وغيحضر معنا الاخ ايوب بنزوين بيك ديتا انجينير ان باريس فرانس. اذا خليكم معنا نرجعوا ابخي الانترو. خوتي اخواتي المغاربه اول مروكن ديتا انتوزياست, مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البرنامج ديالكم ديتا ماروك بودكاست, البرنامج اللي كنستضيفوا فيه ديتا اكسبيرت من المغرب وداخل المغرب وخارج المغرب, سواء ديتا اناليست, ديتا انجينيرز, ديتا ساينتست, اي واحد خدام وباسيوني بالديتا. في هذه الحلقه هذه عندنا واحد لانفيتي سبيسيال معنا, الاخ ايوب بنزوين بيك ديتا انجينير في باري اون فرانس, وجبناه باش يتكلم لنا على لا كارير ديالو, على هيز اكاديميك باك جراوند وكيفاش ولا بيك ديتا انجينير. خاي ايوب مرحبا بك. الله يحفظك اخي. شي مزيان هاني؟ الحمد لله انت بخير. الله يحفظك. فين راك دابا؟ في باري ولا فين؟ اييه دابا في باري. دابا الجو زوين. كاين شي برد؟ لا باقي ما بدا. باقي مزيان اسيدي مزيان. اخويا مرحبا بك. دونك ندخلوا في صوب الموضوع. قدم لينا راسك. يعني قريتي واش كدير دابا؟ دونك سيدي كيما قلتي ايوب بن زوين. فين قريت؟ قريت في لينسيا مع السي صالح من مورا البريبا. دونك مورا لينسيا درت الانفورماتيك, مورا لينسيا درت ماستر في نيس فرنسا في بيك داتا. دونك في لينسيا في الاخر بغيت ندير ستاج ديالي في بي اي من مورا الديفلوبمون ويب. قلت نشوف كيفاش كتجيري لي دوني, كتعامل مع لي دوني. دونك سيتي انتريسون. دونك داكشي باش درت ستاج ديالي في بي اي. ابري كتقول ودابا بغيت نعرف عاوتاني دومين اخر, يعني البيك داتا. قبل ما تبدا الخدمه ديالك نيشان, تقول واه ما كرهش نعرف كلشي دو كوا يساجي, باش ابري ديك الساعه كتختار الدومين اللي انت كترتاح فيه اكثر. داكشي باش بغيت ندير زعما داك الماستر في بيك داتا. من موراها انشينيت زعما بستاج في EDF الكتريسيتي دو فرانس. كان سوجي على بيك داتا, كان زعما سوجي انتريسون عجبني بزاف. وقيلا نهضروا عليه ابري في ديتاي ابري ياك. وي اكزاكتومون غنهضروا عليه. دونك دابا هضر لينا على الام 2 اللي درتي في اون بيك داتا. زعما اولا في اش من يونيفرسيتي فين درتي هاد الام 2؟ في يونيفرسيتي دو نيس سوفيا انتيبوليس. داكور. دونك شنو هما مثلا اللي يعني لي كور اللي قريتي عندها علاقه بالبيك داتا؟ لي كور اللي عندهم علاقه بالبيك داتا عندك عندك نو اس كيو ال, زعما دي كور على نو اس كيو ال, دي كور على داتا انجينيرين. كاين دي كور ديال ديفلوبمون بيك داتا بجافا بيك داتا. شنو مازال؟ دي كور ديال ماشين ليرنين, ديال لي زاجون انتيليجون. كانوا زعما دي كور بحال هكذا اللي كانوا زعما في الدومين ديال بيك داتا. داكور انتريسون. دونك جو بونس اون فوا كملتي هاد ام 2 درتي ان ستاج اون بيك داتا ومن تما كتلونسيتي في لا كارير ديالك كوم بيك داتا انجينير ياك. وي داكشي. اييه داكور. دونك يا دونك دابا هضر لنا على 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 الستاج, يعني ستاج جو بونس ستاج فان ديتود واقيلا بالنسبه لك. ستاج فان ديتود ديال الام 2 كما قلت لك درتو في EDF. السوجي كان على 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 نوكليير. دونك une base nucléaire. عندهم دي ماشين, وكل ماشين عندها واحد الكابتور. ودابا داك الكابتور منين ما كيبقاش خدام ما كيولوش يعرفوا يديتيكتي واش ديك لا ماشين واش خدامه واش ما خداماش اكسيتيرا. دونك كان السوجي هو انه نديفلوبي واحد الموتور دو ريشيرش اي دو ريكومونداسيون ميتي. لي اون غرو كيولي كي تكنيكمون, يعني شدينا لو بلان ميكانيك ديال 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 لا باز وكرينا فواحد لا باز اورينتي غراف اللي هي نيوفورجي. اللي بحال راه قلتي كل نو كي ريبريزونتي واحد لا ماشين ولا كابتور, باش كتعرف منين كيكون واحد الكابتور اللي ما خدامش
كتقدر انك تغيكوموندي لو كابتور لو بلو بروش اللي يقدر يديتيكتي ليك واحد لا ماشين لي ديفايونت مثلا. يعني اون غرو كانوا هذا لي تيكنو اللي خدمنا بهم الاستيك سيرش نيو فور جي و بيتون. داكور و بيان سور في لينكس يعني فوالا. وكانوا زعما هادو كاملين دي تيكنو اللي خدمت بهم اول مره يعني ميم با ما قريتهمش في الماستر ديالي مي سيتي فريمون سيتي انتريسون يعني كنا بس نعم شحال كانت لا بيريود ديال هاد ديال هاد ستاج؟ سي موا في بيريود ديال سي موا دونك كانت زعما سوفيزون باش انك تقرا على حسب تقرا على هاد لي تيكنو وتخدم بهم زعما ودير واحد ودي لي يعني ان بروجي زعما شي اللي كانوا كيتسناوهم مثلا. اييه وي وي صح ديك الساعه راك عارف تتولي لا دوك افون بيان سور راه كاين اللي مونكادريك كي كيديك دو طون زون طون دونك فوالا سي موا جو بونس كان كان كافي. داكور دونك ابري ابري زعما ملي ساليتي داك البروغرام ام 2 خدمتي في كاب جيميني ياك؟ اييه درت كاب جيميني خدمت كاب جيميني كونسلتون بيك داتا خدمت عند كليون بي ان بي باريبا سوجي كان على لا كوليكت ديفلوبمون ديال واحد داتا هاب بور كوليكتي لي دوني صافي هما عندهم بزاف ديال لي سورس ديفيرونت سورس دو دوني خصهم يجمعوا هذوك لي سورس كاملين يفورماتيوهم يحطوهم في ان سول داتا هاب لي بار لا سويت كي ديبلويوه لي ديفيرونت مارك ميم با مارك زعما فيليال ديال بي ام بي في لوكا ديالنا كانت عندنا فيليال بي دي دي اف هي بي ام بي ديال فرنسا و بي ان ال هي بي ام بي ديال ايطالي و فورتيس اللي هي بي ام بي ديال بلجيكا دونك فوالا زعما كان اليوز كيس هو هذا كان كوليكتيو اليوم هاد لي دوني كاملين في داك لو داتا هاب و بار لا سويت اللي كانوا عاوتاني دي داتا ساينتيست اللي كيخدموا عليه. داكور انتريسون دونك بالنسبه لهاد الخدمه هادي اللي خديتي في كاب جيميني زعما كيفاش كان الى باقي عاقل زعما كيفاش كان البروسيس ديال ريكروتين زعما ديال لونتروتيان وداكشي في البروسيس كان زعما كان رابيد زعما بقيت عاقل داكشي كيما نقولوا فيت في داز في سيمانه بحال هكاك يعني كتصيفط لهم اون فوا تعيطوا ليك تتكون اون سيسيون دو ريكروتمون ديال نص نهار كتمشي في داك نص نهار كيكونوا بزاف كدوز شي 3 انترتيان واحد على اون جينيرال اس كيو ال لينكس واحد اخر على لونغلي واحد اخر كدوز واحد تيست ديال لوجيك قادر كتي الالغوريثميك شي حاجه بحال هكا وي وي والاخراني صافي تدوز انترتيان مع ماناجر. داكور صافي موراها كيعيطوا لك موراها كيلكو جور كيعيطوا. داكور سي انتريسون دونك نخليو اليوز كيسز ديال الشركه ديالك اللي خدام فيها دابا اللي هي كومباني دي زالب ياك نخليوها حتى يعني من بعد دابا يعني الا سمحتي مثلا الصباح حنا كنقولوا بيك ديتا دونك الا كنت تعطينا واحد التعريف على البيك ديتا زعما شنو هي البيك ديتا مثلا كيفاش تقدر تعرفها؟ والبيك داتا الا جينا نعرفوها راه كاين بزاف اللي عرفوها دونك بحال راه قلتي ناخذ التعريف ديالها اللي هو على 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 لي ديفيرون في يعني اصلا بدات وقيلا بشي جوج ولا ثلاثه ديال لي في دابا راه كاع في الخمسه دونك غدا ومازال وقيلا مازال غيزيدوا شي في 7 حتى هو دونك الى جينا نعرفوا هاد لي في دونك عندك بعدا الفوليوم يعني عندك لي زونتربريز دابا حاليا كيجيهم بزاف ديال لي دوني تيلمون لو فوليوم ولا كيجيهم اكسبونونسيالمون غادي كيطلع كيفاه هما بحال راه قلت ما كيبقاوش يجيرو داكشي مزيان عاوتاني عندك لا فاريتي هاد لي دوني اللي عاوتاني تيجيو راه كاين اللي غادي يجيك فيشي تيكست كاين اللي غادي يجيك فيشي بي دي اف كاين اللي غادي يجيك كاع فيديو كاين اللي غادي يجيك ايماج يعني كيقدروا يجيوك في دي فورما ستركتوري ولا نون ستركتوري خاصك تعرف كيفاش تجيريهم عاوتاني كاينه الثالثه فيراسيتي هي هاد لي دوني اللي كيجيو باش انا نعرفهم بعدا اصلا واش فيابل ولا ماشي فيابل منين جاوني هاد لا سورس اللي جاتني واش نيت واش فيابل ولا لا وعندك فيلوسيتي هاد لي دوني اللي كيجيوني شحال الفريكونس باش كيجيوني يعني مثلا الا خديت اكزامبل ديال
ديال شي سيت اي ماركتين اونلاين ولا شي حاجه من لي غران سيت اللي كنعرفو حنايا بحال قلتيها علي فابا ولا امازون. ودابا يبغوا يديروا لا كوليكت دي دوني ديالهم, عرفتي شحال ديال لي دوني غادي يجيهم في شاك سيكوند. يعني حتى هذا راه سيت ان اليمون تري امبورطون. والجزء الاخر اللي يلا عرفت شو زعما مؤخرا اللي هو لا فالور, يعني ميم هاد لي دوني اللي قلنا فيراسيتي وغادي يكونوا اون سورس فيابل, ولكن كيفاش انا نخرج منهم واحد لا فالور, كيفاش انا نخرج دوك انسايتس منهم. يعني هادو كاملين اللي كتجمعهم باش كتقول لا اوكي راه انا راه عندي واحد لو كونتيكست ديال بيك داتا, با فورسيمون يكونوا كاملين مجموعين, يقدروا يكونوا غير كلكوزون. واللي هو خلى زعما بزاف ديال لي زونتربريز كي انفيستيو فهاد في البيك داتا ديرنييرمون. اه داكور وي اكزاكتومون. دونك دونك دابا عرفنا شنو هي البيك داتا دونك, ولكن شنو هو البيك داتا انجينير زعما, يعني الا بغينا نعطيو واحد التعريف للبروفيل ديال البيك داتا انجينير وشنو هما لي ريسبونسابيلتي ديالو في ان بروجي مثلا. بيك داتا انجينير هو اللي بحال اللي قلتي عنده الريسبونسابيلتي ديال يكري واحد البايبلاين اللي غادي هاد البايبلاين هذا اللي سافر لي بيرميتر باش انا ريكوبيري لي دوني من لي سورس حتى يحطهم في واحد كو سوا كيف ما قلت لك داتا هاب ولا يعني غادي يحطهم على ديسبوزيسيون دو لوتيليزاتور فينال اللي هو بارفوا سي ان داتا ساينتيست. يعني هاد لا شين كامله هاد البايبلاين هذا كامل ديال لانجيسيون ديال لي دوني والتريتمون ديالهم اللي كيكون ديفلوبمون بعدا ديجا ديال هاد البايبلاين اي تيست البايبلاين مينتونس ديال البايبلاين ديبلويمون ديالها يعني الاركيتكتور والسكالابيليتي ديالها. يعني هادو كاملين كيدخلوا في لي طاش والريسبونسابيلتي ديال ان داتا انجينير. وي جو بونس من بعد كتكون لا بيريود ديال مثلا مونيتورين اند وي اكزاكتومون. يعني وي حتى المونيتورين سي تري امبورطون بعدا هاد لو بوين هذا حيت توت او لون ديال هاد لا شين هادي خاصك بعدا تمونيتوري هاد لي زابليكاسيون هاد البايبلاين هذا اللي انت غادي ديفلوبي, حيت سينو راه انت غتلونسي ولكن ما عارفش شنو واقع. يعني ضروري خاص المونيتورين, هو واحد لاكوش لي تري امبورطون اون بلوس ديال سيكوريتي حتى هي. وي اكزاكتومون. Donc mentionnez-tu le déploiement ou le test, il y a quelque chose qui, par exemple, it sounds more software engineering, c'est vrai. Maintenant, maintenant, dans le cadre de la communauté de Capgemini, où est-ce que tu as l'interaction avec des software engineers, où est-ce que tu travailles avec eux, où est-ce que tu travailles ensemble ou le data engineer qui est séparé des software engineers, somehow. في كابجيميني بحال راه قلتي حنا كنسميوهم دي براكتيس, هو دي جون فرقينهم. يعني عندك واحد البراكتيس ديال داتا انسايتس وعاد عندك اون اوتر براكتيس سيت لي سميتها اللي هي داخل ثاني سوفتوير انجينيرين. في براكتيس ديال داتا انجينيرين ما كاينش ان كونتاكت فريمون مع سوفتوير انجينيرين بلوتو مع تو سكي بويسكو سا سابيل زعما داتا انسايت زعما تو سكي داتا لي داتا سورتو داتا اركيتكت داتا ساينتيست داتا انجينير. وي داكور وي جو بونس كاين هاد سيباراسيون حيت يعني جينيرالمون ماشي اتس نوت ذا سيم مايند سيت اكزاكتومون. حتى من ناحيه زعما لي زوتي داكشي بيغ داتا انجينيرز زعما لي زوتي سون ديفيرون بارابور سوفتوير انجينير. حيت حتى مثلا الا جينا نقولوا حتى لي لونغاج دو بروغراماسيون مثلا كتقدر تلقى جافا, يعني ان داتا انجينير راه كيخدم بجافا ان سوفتوير انجينير راه كيخدم بجافا مثلا حتى هو, ولكن ما غاديش يخدموا بها دو لا ميم فاسون. يعني لي باترن اللي غادي يخدموا ان داتا انجينير يخدم على باترن سوفتوير انجينير يخدم على نوت باترن. وي اكزاكتومون. داكور دونك مثلا دابا شي واحد اللي بغى يتلونسا في هذا الدومين ديال البيك داتا انجينيرين وبغى يولي بيك داتا انجينير في يعني في المستقبل زعما شنو هما هاو تو بي ا جود بيك داتا انجينير. وبعد انا غنقول لك هاو تو بي داتا انجينير جود اون فيرا. و ديما تنقولوا بعدا جوجل از يور بيست فريند, هذه زعما ضروري. هذه اي حاجه كتشوفها كيخصك تجوجليها. ابار سا عندك زعما لي كور اون لين لي زعما كنقدر نريكوموند اللي خدمت بهم بزاف, عندك او دي اكس
وكورسيرا ouais. سورتو انا خدمت في هادو بزاف وجاوني زعما سي تري براتيك فيهم ديكو على على دير انجينيرين على بيج بيج داتا دي نيو تولز نيو تكنولوجيز فهاد فهاد لي سوجي هادو و اون فوا كتلقى بعدا دي دي انفورماسيون انتريسونط على هادو كتقدر عاوتاني تمشي تشوف مثلا انا بغيت واحد لا تكنولوجي يعني فيزيتا نقدر غادي نمشي نشوف السيت اوفيسيال ديالها يعني السيت اوفيسيال دايما تيكون هو لا سورس لا فري سورس اللي غتلقى فيها زعما لي انفورماسيون 100% كوريكت وي وي اكزاكتومون وبالنسبه بالنسبه مثلا للبروغرامينغ لانجويجز يعني شنو هما زعما لي لونغاج اللي خاص الواحد او مو يكون عارفهم زعما هو صراحه ديغنييرمون بعدا حتى مثلا ملي كتبغي غير تبوستولي مثلا نشوف حنا مثلا بغيتي تبوستولي لواحد الجوب ديال دير انجينير بعض المرات ترى ما غاديش يتسناو منك انك تكون عارف هذاك اللونغاج اللي هما يخدموا عليه مثلا بعض المرات كيبغيو يطلبوا مثلا سكالا surtout dernièrement Scala c'est très demandé ولكن juste le fait ديال انك ديجا خدم على شي حاجه قريبه ليها مثلا جافا كتقدر انك يعني راه ديجا عندك هذاك المايند سيت ديال بروغرامين واحد لونغاج اورينتي اوبجي مثلا مي زعما لي بازيك واللي جو تروف زعما تري تري امبورطون هو جافا ان جافا صافي تيخليك ديك الساعه كتقدر تدخل اي لونغاج راه يفوا خدمتي بجافا ولا بلو بار حاليا تيخدموا بجافا سكالا حتى هي وعندك بيتون يعني هاد التخوا لونغاج هما اللي شفت زعما من ليكسبيريونس ديالي بزاف كيتستعملوا عندك جافا سكالا بيتون وي اكزاكتومون مو اي كان زعما نقد نكونفيرمي هاد القضيه هادي عندنا واحد يعني في الشركه فاش خدام عندنا واحد البيج داتا اور داتا انجينيرين تيم يعني جينيرالمون خدامين بسكالا وجافا يعني مع سبارك دونك مزيان يا اخي مثلا كيفاش يعني كيفاش كتبقى زعما اجور اون تيرم ديال لي نوفوتي زعما التولز اللي خارجين زعما كيفاش how to be up to date with the latest news هذا واحد لو بوين ملي سولتيني شنو how to be a good data engineer طاحت لي في بالي هادي كنت بغيت نقولها وفينالمون سيتها مي مزيان بعدا لي مونسيونيتي هادي حيت دابا تخليني يعني نذكر هذا لو بوين هو لو ريزو لو ريزو سي تري تري امبورطون سورتو لينكدين كتمشي في لينكدين يعني كتشوف لي بروفيل لي بحالك لي يوز كيس اللي خدامين عليهم لي تكنولوجي اللي خدامين عليهم وكتشوف زعما تو جوجل كتبان لك شي حاجه ما عرفتيهاش كتقلب عليها وتما باش كتشوف مثلا هاد لا تكنولوجي راه ما كانش دابا ولات مطلوبه بزاف مثلا اللي خديت انا لوكا ديالي كلاود انا شحال هذا ما كنتش خدام على الكلاود كنت ابان كنسمع غير بالكلاود منين كنت نيت في كاب جيمين كنسمع بالكلاود واخا شرحوا لي هذا قلبت جوجل كلاود واخا مي ما عمرني خدمت به مي ابري ملي شفت بلي راه مطلوب بزاف هذا مشيت كنقلب عليه كدير ديكور اون لين اكسيتيرا وكتعلمو يعني مثلا نعطيك ان اكزومبل مي اون جينيرال سي لو ريزو كتمشي لديرا كامبس دي ريونيون بروفيسيونيل كتمشي عاوتاني تما باش كتكون عندك لوبورتونيتي بور ايشانجي سور دي سوجي بحال هكا واه ابار سا زعما غير باش تعرفها بوحدك سي تري كومبليكي صراحة مع فهمتي يكون شوية overwhelming فهمتي كل مواكب طلع شي تكنولوجيا جديدة وخاصك يعني فهمتي خاصك تبقى ديما تكون اجور دونك كيما قلت دوك داتا كامبس داتا كامبس والميت ابس والميتينغز والكونفرنسز يعني داكشي كيعاون باش تكون اب تو ديت وكاين بيان سور كاين زعما دي بلاتفورم اولين بحال ريديت مثلا غتلقى واحد الساب ريديت على data engineering يعني بنادم كيبارطاجي زعما اخر ما كاين في التكنولوجيا مزيان يا اخي فوالا دونك دابا ندوزو للخدمه ديالك دابا زعما اش كدير دابا يعني دابا بيج داتا انجينيرز في كومباني دي زالب ياك اييه كومباني دي زالب دونك هضر لينا شويه على 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 البيزنس ديال كومباني دي زالب وشنو هما اليوز كيسز اللي عندكم ديال بيج داتا انجينير كومباني دي زالب هي واحد لا بواط سورتو معروفه بلي مارك ديالها دابا انت ما كاينش فرنسا دابا نقول لك دابا دي بارك تقدر ما تعرفهمش دابا ايش
بحال مثلا اللي قلت لك استيريكس فيتوروسكوب ونورمالمون دي بارك دتراكسيون اللي معروفين هي هي فاش خدامه عندها دي بارك دتراكسيون عندها دي ستاسيون دو سكي و البيك داتا هنا في لا كومباني دي زالب حاليا ان المين جول ديالنا هو فور اي ماركتين يعني اون جينيرال عندك لي سوجي كيكونوا driven by marketing teams en general هما اللي كيكريو لك واحد لو بيزوان يعني كيجي عندك ماركتين كيقول لك راه عندي هذا لو بيزوان هذا من بعد كتقول وكيفاش غادي نريبوند على هذا لو بيزوان وراه دونك عندي واحد لو سوجي ديال البيك داتا حيت عندي دي دوني راه كيف ما ذكرنا هذوك لي ديفيرون في دونك من اليوز كيس اللي عندنا زعما المين يوز كيس هو هذا ديال اي ماركتين نعطيك زعما ان اكزامبل كنحاولوا اننا نكوليكتيف زعما لي دوني ديال ذا هول جورني اوف ا كاستمر يعني من باش انا بغيت نمشي مثلا فكرت السيمانه الجايه والجو زوين غنمشي مثلا بارك استيريكس دونك مين غادي ندخل للسيت باش غندخل للسيت غادي نقطع التيكي ديالي هذاك التيكي ديالي هذوك لي دوني غادي نريكوبيرو مثلا اكسيتيرا انسي دو سويت يعني حتى كتمشي للبارك وتباجي وتدخل تكونيكتي في الواي فاي يعني مثلا هادشي كامل باش ابري كنكوليكتيو هاد لي دوني وكنحاولوا اننا نكونتاكتيو هاد الكاستمر هذا باش بور لوي بروبوزي زعما دي ريدكسيون ولا شي حاجه بور دون لو فيتور زعما بور لانسيتي باش يفيزيتي لي بارك ديالنا the big picture لا مزيان جو بونس الامور واضحه مزيان يا اخي دونك في كاب جيميني قلتي لي ديجا مونسونينا زعما شي يوز كيس على اش كنتي كدير في كاب جيميني في كاب جيميني كان المين يوز كيس ديالهم هو ريكوبيرو دوك لي دوني كاملين يحطوهم بور دون زان داتا لاب بور لي داتا ساينتست ديال لي هما بار لا سويت غادي غيكون لوبجيكتيف ديالهم ريبوندر دي كيسيون ميتيير تما اكزاكتومون مزيان يا اخي مزيان دونك ندوزو دابا شويه لي تكنولوجي في كاب جيميني مثلا شنو هما يعني لي تكنولوجي اللي كنتي خدام بهم في البروجي ديال هاد كنا خدامين مينلي بجافا دونك كانت جافا ce qui était intéressant هو كنا خدامين بسي اي سي دي يعني continuous integration continuous development يعني هذيك pipeline كامله مثلا بجيت اللي مثلا pour versionner le code او لنكسوس pour versionner les livrables Jenkins pour automatiser le déploiement avec Ansible d'accord mais je pense que c'est plutôt zéma côté ouais mais là j'ai que le texte il va Hadoop كنتي كتسنى تسمع ياك وي كنتسنى شي حاجه مور يعني big data oriented و كنا خدامين بكافكا حتى هو يعني كنا mainly خدامين بهادوب سبارك كافكا داكور جافا وكان عندنا اون ايكيب اللي خدامه بسكالا داكور دور لا بارتي سبارك شوب داكور دونك بالنسبه لهاد لي زوتي هادو تعلمتيهم بوحدك زعما جوست ثرو اونلاين كورسز ياك والدوكيومونطاسيون اكزاكتومون يعني اونلاين كورسز كتجي كتكري واحد الفي ام كدير فيها العجب ومن بعد صافي حتى كطيح وكتعاود تسدها وتعاود تكري واحد اخر حتى كتعلم ومن بعد كيجي عاوتاني الفري يوز كيس اللي كيكون زعما سي تري تري امبورطون كيكون زعما انتريسون حيت ابري كتولي كتقول دابا خدام بوغ ان فري يوز كيس يعني كتشوف اكزاكتومون ها كيفاش تقدر تستعملو هذا دونك حتى هذا كيعاون مي كيف ما قلتي زعما اونلاين كورسز ما كاينش ما احسن تماما وبالنسبه للخدمه ديالك دابا في كومباني دي زارب زعما شنو هو ستاك باش خدامين خدامين مينلي بادوب في اس وي ادوب في اس لي زوتي اللي خدامين فيهم ديال ادوب في اس اس 3 بور لو ستوكاج لي انستانس اي سي 2 alors شنو هو ثاني CloudWatch pour faire le monitoring plutôt
ديال لا بلاتفورم sur la partie زعما plutôt technique sécurité etc. شنو مازال دونك هذا اللي زعما اللي خدامين به على لي زوتي اللي زعما سوليوشن اللي ديجا ان برود. سينو زعما درت دي بوك ب شنو سميتو كلاود 9 عندك كلاود 9 بحال راه قلتي اون بلاتفورم اللي كتعطيك بحال قلتي ماشين فيرتوال مي غير كدير صافي كتكون واجده بخي هادي باش مزيانه هو انك مثلا جا عندك ان مونبر جديد في ليكيب وهذا زعما كان عندنا ان فري سوسي في لي اكسبيريونس بريسيدونت يعني كيجي مونبر جديد باش يكون البوست بعدا ديالو واجد باش يكون زعما واجد يبدا يخدم معاك راه خصو واحد 2 سمانه حتى 3 سمان مي عاوتاني بعد البيست كيكون داكشي ديجا فيد في واجد دونك خدامين بهادو او ام ار شنو عاوتاني دي فونكسيون لامدا داكور glue pour faire catalogue donc voilà en gros d'accord intéressant donc يعني généralement كد ديفلوبي ودوك لي زابليكاسيون بيغ داتا اللي كيديروا البروسيسين وداكشي وابري كديروا يعني بحال قلتي كديبلويهم في فهاد لي سباس ديال اي دبليو اس ياك كومون سا مارش داكور تمام جيتي عطيتي اللاصق داكور دونك بالنسبه لهاد هاد اي دبليو اس كيما بون كيبان ليه هو زعما هو اللي شادين زعما ذا بيجست شير في الماركت ديال الكلاود هادشي ديال سون كلاود زعما مثلا جو بونس كاين ديجا دي سيرتيفيكا ديال هاد ديال اي دبليو اس زعما واش ما كتفكرش كدوز دي سيرتيف مثلا ولا ديجا بديتي كتبريباري ولا ديجا دوزتي دابا حاليا تنبريباري بعدا الاولانيه الكلاود AWS Cloud Practitioner اللي هي بحال راه قلتي بيزيكس ديال AWS اللي هي زعما عاوتاني required at least واحد 6 months of experience في AWS و فوالا دونك بعدا ديال الاولانيه وكاين عاوتاني واحدين اخرين اللي زعما حتى هما يا تري انتريسون مي سي بلو دور يعني خاصك او موان 2 ans d'expérience بحال سيرتيفيكا على architect AWS architect solution architect donc voilà donc كاينين داكور donc voilà je pense بغيت نعطي بعدا واحد البريف وي خويا هضرنا على كلاود وما قلناش زعما على شنو الديفيرونس ديالو زعما داكشي باش بغيت نعطي غير واحد شنو هذا الكلاود هذا وعلاش خصنا نسمعوا الكلاود الكلاود هذا في السما ما عرفناش كيدير الكلاود هو باش زعما سي تري انتريسون واللي بزاف ديال لي زونتربريز دابا ولاو كيمشيو ليه كيسو سوا زعما كيسو سوا لا تاي ديال لي زونتربريز بزاف ولاو كيشوف بلي راه ذا فاليو كاين في الكلاود مي علاش اولا حيت من ناحيه ديال الكوست يو باي اون ديماند يعني كتخلص داكشي اللي كتكونسومي كتشعل لا ماشين ديالك كتلانسي البروغرام ديالك اون فوا سالات كتفيها كتخلص دوك السوايع اللي خدمتي عندك بعدا هاد القضيه لي ثانيا لا بلاتفورم كتكون جيري بار داك الكلاود بروفايدر نتايا كتعرف انها تكون اب افيلابل كتخدمها زعما ما كتوليش كاع تفكر على المشاكل اللي تقدر مثلا هي طاحات هي هذا داكشي كيولي بحال راه قلتي انت بالنسبه ليك ترونسبارون يعني ما نسوقش في داكشي كتولي لا فالور ديالك كتركز سورتو على الديفلوبمون ديال سوليوشن ديالك يعني كتولي كتعطيك واحد بلوس دو طون باش انك تزيد لا فالور في داكشي اللي انت كديفلوبي حتى هذا زعما سي تان بوين بوزيتيف وعاوتاني اللي مزيانه هو كتقدر انك تفرق ديفلوبمون على ستوكاج بلوتو بروسيسين على ستوكاج يعني كتقدر دير ستوكاج ديالك في مثلا ناخذت ليكزامبل ديال AWS في اون انستانس ان بوكيت اس 3 و تلونسي تريتمون ديالك اون انستانس اس 2 ولا ان او ام ار و اون فوا كيسالي كطفيه و كتخلص غير على دوك السوايع الوغ كو رجعوا دابا ليكزامبل ديال قبل كلاود في لا ميم ماشين ما تقدرش تطفيها حيت مثلا الى طفيتها تقدر يمشيو لك لي دوني اكسيتيرا وعندك كل شيء مخلط ستوكاج مع البروسيسين
Donc voilà, ouais. les points les personnellement on a les menus là. Ou surtout fait le old school concept, من غير الكلاود كنا خصك تجيب واحد السيرفر تحطه في شي بلاصه وخصك دير ليه تورين وتيكون بعدا اكسبنسيف خصك تشريه زعما يعني في ذا بيريود يعني داكشي كيكون شويه تيكون داكشي غالي مي دابا جبت مع الكلاود كتخلصي على داكشي اللي كتستعمل وصافي اكزاكتومون وعاوتاني زيد عليها سكالابيليتي يعني كيف ما قلتي غادي تجي باش عاد تشري هاد السيرفر وتجي وتحطه وتخشي وديره في الريزو يعني هادشي كامل هذا راه كياخد انورمون دو طون الوغ كو في الكلاود صافي اون فوا مثلا بانت لك بلي راه لا سوليوشن ديالك زعما سا كونسوم بلوس خاصك تزيد سكالابيلي اش غادير غادي صافي ان كليك كتزيد اون اوتر ماشين صافي كي كتدخلوا في الريزو سي بون يعني ها هو ولا اب اند رانين وصافي واجد باش تخدم تاعي يعني سي تري انتريسون وي انتريسون تري تري انتريسون دونك كيما كتشوفوا كيما كتسمعوا يعني البروفيل ديال بيك داتا انجينير يعني شي حاجه اللي غتكون جد جد مهمه يعني في المستقبل حيت دابا كيما كتعرفوا داتا اتس كامين فروم ايفريوير لوت اوف داتا دونك باش يعني باش تبروسيس هذاك الشيء كوم الفو بواحد السكيلابيليتي بواحد السيكوريتي بواحد الافيلابيليتي خاصك ضروري يكون عندك سكيلز ونوليدج في هذه التكنولوجي بحال اي دبليو اس وجوجل كلاود بلاتفورم مثلا الى اخره دونك خي ايوب كنشكرك على كاع هذه المعلومات الرائعه اللي عطيتينا في هذه الحلقه هذه وقبل ما نختموا شكرا على الاستضافه الله يودي قبل ما نختموا عندنا واحد يعني واحد الفقره كنسولوا فيها ديالنا يعطيونا واحد الكتاب واحد الكتاب تكنيك اللي في الدومين واحد الكتاب نون تكنيك يعني اللي تنصح الناس انهم يقراوهم في الكتاب تكنيك اللي زعما نقدر نعطي في كو دابا حاليا خدام في الكلاود وسورتو على AWS وزعما كو جو تروف زعما سي تري سي تري بويسون سورتو في الماركت زعما دابا دونك نعطي كتاب على AWS learning AWS اللي حتى هو زعما ديسپونيبل اونلاين ولا سينو تقدر ولا في امازون اكسيتيرا زعما سي تري انتريسون دون لو سونس في بعدا كيهضر لك على البيزيكس ديال اي دبليو اس على الكلاود ومن بعد كيبقى غادي كيتعمق في AWS دونك هذا زعما نصح به مزيان داكور وشي كتاب نون تكنيك كتاب نون تكنيك هذا واحد الكتاب كنصحني به واحد صاحبي سميتو The Art of Intrusion و اون غرو كيهضر على لي هاكرز ما تمشيش بعيد ما تقولش راه يعلمك هاكي ولا كيعاود لك زعما على دي اكسبيريونس فري ديال دي هاكر اللي هادشي داروا في لو باسي كيعاودوا كيفاش داروا كيعاودوا لي اكسبيريونس ديالهم وباش انا عجبني حيتاش كتشوف زعما الانتيليجنس ديال هاد لي هاكرز كيفاش تقدروا انهم يطيحوا واحد السيستم اللي سيكوريتي ديالو زعما او ماكس داكور sounds interesting مزيان يا اخي دوك الكتاب سميتو The Art of Intrusion ياك اييه The Art of Intrusion صافي زدتو عندي في البوك ليست يلا اخي واحد الشهر باش تقرا بعدا يستاهل مزيان يا اخي دونك جو بونس وصلنا لنهايه الحلقه كنشكرك اخي ايوب بن زوين على الحضور ديالك معنا وعلى يعني المعلومات اللي عطيتينا على البيك داتا والبيك داتا انجينيرين ومهم الى عندك شي كلمه اخيره تفضل كنشكرك اخي صالح بعد على هذه الاستضافه مرحبا وعلى هذا الانيشيتيف ديال داتا معك يعني انيشيتيف اللي زعما كان كتبان لي زعما محتاجينها ومزيانه ان بنادم يبقى يبارطاجي لي كونيسونس ديالو على لا داتا اون جينيرال و كتكري لينا واحد لا كوميونيتي زعما بوغ ايشانجي سور سا زعما راه سي تري انتريسون و كنشكرك عليها وكنشكرك على الاستضافه الله يودي الله يحفظك اذا خوتي خواتاتي اول مروكن داتا انتوزيست اوت دير كنشكركم عاوتاني على الوقت ديالكم وإن شاء الله نتلقوا معكم في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم داتا مارك بودكاست تشاو